اسمي أشرف هاشم، السن 59 سنة. أنا عندي 59 سنة، أنا متعلم الخيامية بقالي النهاردة 50 سنة. المهنة دي ورثتها من خلال الأب والأسرة. الخيامية دي هي من المهن اللي بيتميز بيها المصريين، وبتختلف عن أي مهنة أخرى في أي بلد تانية مقربلها، أو مهنة يدوية أخرى في أي بلد تانية. الحقيقة المهنة دي مش موجودة في أي مكان تاني غير مصر بفضل الله. المهنة دي هي بدأت مع دخول الدولة الفاطمية مصر، بدأت بمجية القوافل التجارية، قوافل من الشام بتيجي القافلة بالجمال بتاعتها، محملين عليها الخيم، عاوزين يباتوا وعاوزين يناموا في قلب الخيمة. الخيمة اتقطعت، عاوزة رقعة، فبيودوها للصانع علشان يعمل لها رقعة ويخيطها. الرقعة دي مع تطور الزمن بدأت تاخد أشكال زخرفية معينة ورسومات جميلة تبهر النظر. النهاردة المهنة خدت منحى تاني غير اللي بدأته، بمعنى أنها أصبحت بتعتمد على الديكورات، بتعتمد على شغل المفروشات اليدوية، الخدديات، تابلوهات الفنية، المعلقات وما إلى ذلك. اللي بيشتغل المهنة النهاردة عدد يعني قليل جدا 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 من الرجال والشباب، وكبار السن معظمهم النهاردة مش متواجد في المهنة، ولكن الاعتماد الأكتر على قليل من الشباب ورباط البيوت. الحقيقه بيعملوا منتج جميل قوي قوي قوي، رباط البيوت، وعندهم تذوق فني اكتر من الرجل. المهنه دي هين بحكم انها يدويه، فمثلا خدديات صغيره زي كده 45 سنتي في 45 دي بتاخد لها يوم كامل. خطوات التصنيع بتبدا بعمل التصميم على الورق، بعد كده بننقل الورق ده هو على القماش وبيترسم على القماش بالقلم الرصاص، بعد كده بنبدا نجيب قطع القماش نبدا نقص ونخيط، وفي النهاية بتاخد الشكل اللي حضرتك شايفه. الأسعار بتبدأ الخدادية الصغيرة خالص بتبدأ من 50 جنيه فصاعدا. الإقبال أغلبه بيكون من الخواجة أو الزبون، ونادرا بعض المصريين المتذوقين لفن الخيامية بيجي ويشتري. الإقبال أكتر على المفروشات اللي هي بتتمثل في غطا سرير زي اللوحة الكبيرة اللي قدام حضرتك، الخدادية الصغيرة، كمان إحنا كمصريين بنحب نقتني الآيات القرآنية، لوحات الآيات القرآنية، تابلوهات وما إلى ذلك.